السلام عليكم الإخوان الأخوات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. هذا الفيديو هذا جديد، فيه غادي يتكلم لنا وغادي يشرح لنا جمال الدكتور جمال الدين بالمعتوق المدة الزمنية ديال الأحكام اللي غادي تصدر في المغرب، المدة الزمنية بالتدقيق. يلا صدر القرار، ولكن كنتمنى وكنتمنى وتنفذ وتخرج حيز التنفيذ هاد الاحكام، عطي المده ديالها. كنتمنى تصنتوا على الفيديو من الاول حتى الاخر باش تستافدوا، وشكرا للجميع. هذا هو مبدا دستوري وحق من حقوق يعني المتقاضين. علاش خدينا هذا الوقت كله باش نطبقوا هذا الشيء؟ مازال ما طبقناش، قررنا دوجان ديال الدين كان مجلس على المتقاضين يشتغل عليه قبل، جمعت واحد اللجنه داروا واحد العمل جماعي مع القضاة، استشروا معهم اللي هما في الميدان في المحاكم، ديروا الله يخليكم على حسب طبيعه القضيه، بحال رايكم كنا نديروا هذه القضيه للاجل ديال هذه، للاجل ديال هذه، للاجل ديال واحد القائمه. جاوا اللجنه عرضت العمل ديالها للسلطه القضائيه، قرروا انهم يديروا قائمه نهائيه باجال استرشاديه، وقالوا بانه القضايا يجب البت فيها هذه الاجال اللي هي اجال استرشاديه، والمقصود بالاسترشاديه يعني معطيه على سبيل الاستئناف، معطيه كرمزيه ننطلقوا منها، ولكن يمكن نزيد عليها شويه، يمكن نقول حتى نقسمنا شويه، ولكن ما تقوليش ضعفها، يعني 3 شهور نرضى 6 شهور، ولكن 3 شهور نقول 4 شهور، ويمكن نحسن ايضا نقول شهرين، من 3 شهور، اذا هو المقصود الاسترشاديه غنسترشدوا بها، غادي نحاولوا يعني نحتاجوا. أنا الظروف ديال تعرفين هاد العمل، حنا ملي كنقراو الطلبة في القانون ملي كنقول لهم كنبغيو نتكلموا على النزاعات، على حل النزاعات بالطرق البديلة أو المصاطر البديلة أو الإجراءات البديلة، يعني إذا ما كناش في المحكمة كنقترح عليهم أمور اللي هي حبية اللي هو التحكيم. وأول ما كنوصفوا به المصاطر القضائية، أول ما زعما قلنا المصاطر القضائية بعدوا منا، أول ما كنتهموا بها المصاطر القضائية ثقيلة، هذا هو الخاص اللي كنوصفوا بها المصاطر القضائية. اليوم هذا الأجال لا بلدان الأغلبية هما غير الأنظمة اللي هي مختلفة على النظام ديالنا القانوني، يعني الأسرة اللي كنسميوها في القانون. هاد الأجال هذه كتعطيك كتقول له غادي تمشيو للتحكيم لانه سريع جدا، اما المحاكم راه المسار طويله. فهاد جر اي يعني حتى في اللغه الشعبيه وبغيتي تزردو في المحكمه تزردو في المحكمه، هاد الجرجرو يتمنى ما تبقاش، لان هاد القرار اللي خدات المجلس على السلطه القضائيه قرار جريء وقرار ذكي وقرار فيه القرب من المواطن وقرار فيه الاحساس بالمعاناه ديال المواطن. فهمتي دابا اللي يكون زوين اكثر اجمل اكثر هو نفذوا هذا القرار. هو دابا مثلا في الموقع الرسمي ديال محكمه النقد محكمه مجلس على السلطه القضائيه خبروا رؤساء المحاكم ورؤساء الاولين ديال المحاكم الاستئناف المعنيين بالامر المسؤولين باش يعاونوا يشهروا على تطبيق هذا الاجال. اذا فعلناه غادي يكونوا قبيلة واحد الطفره مهمه فيما يسمى بالامن القضائي. الامن القضائي شنو الامن القضائي؟ الامن القضائي كاين اليوم امريكا بواحد النسبه مئويه كبيره، عندنا في المغرب الامن القضائي احساس بالامن القضائي ضعيف. شنو هو؟ هو ما يمكنش تجي لي وتقول لي دابا هذا القضيه شنو الحاكم كامل ما نقدرش نقول لك القانون اللي كيقول وشنو غادي نقول لك ما نقدرش نحسن لك حيت ما عنديش احساس بالامن القضائي. كاين عوامل اخرى اللي كثيره. لا ماشي انا
أفريقيا ملي كيجي عندك شي واحد عنده نزاع اللي تقول لي النسبة المئوية ماشي ما كيربح حتى هو المحكمة يقول لك عندك 75% 80% وانت كتقرر واش ديك 20% مغامرة فيها حتى المغاربة راه تيعرفوا محمد راه تيعرفوا الملف اللي تيتربح على حسب ديال المحامين انا بدا انا شي محامي كيكون كنضرب دابا ونسحب المحامي الاكبر معاناه عنده هو اللي كيجي المفتي ديال المسولو يقول له وصلت دابا قضية غادي تربح الا شاف شي مستجدات اللي من جهته طبعا الحال او خطوه مهمه في الامن القضائي هي مساله تتعلق بالاداب ان سولتيني شحال غادي دير هذا الدواء هذه القضيه دابا يقول لك كدير غدير مبدئيا كذا انا عطيك جواب اما قبل دابا اليوم كنقول شنو غادي دير 90 يوم باش نبتو ملف ديال النزاع شنو غنقول 90 يوم قبل ما يكون هذا القرار انا سولتيني غنقول من 9 شهور لعام حتى العامين بالواقع بالتجربه فهمتي دابا يعني دابا الهاجس اللي انا غنحاول ندير تيكون وثائق تيكون شهود تيكون اخطاء جسيمه تيكون على حسب الجوده ديال الملفات يعني ماشي بقى غير تندوز الاجل ديال 3 شهور تنحكم يلاه دوز لا ماشي صناعه قضائيه ماشي مصنع قضائي هذا المحكمه محكمة فيها مشكل إنساني اجتماعي اقتصادي سياسي عائلي خصني نعطيه وقته حاجة خصها حقها متاع ويمكن نمشي ندير عمل بحث من بعد بحث باش نجي ناخذ قرار وانا مرتاح يعني هذا ديال الإطراء الشرطي هذا الأجل الاسترشادي هو مشكل ديال التنفيذ والاستمرارية التنفيذية والحاجة الثانية الجودة استعجالي هو اللي فيه تدير بالصيغه التنفيذيه تجعل هذا الحكم البلجيكي نافذا مغربي نافذا في المغرب وحتى يكون نافذا في المغرب يجب ان يطلع القاضي على مقتضيات او مستوى مقتضيات ذاك الحكم البلجيكي ويتاكد انه لا يتنافى مع النظام العام المغربي وي هادشي كله مزيان صريح بالاهمال ستين يوم حوالي الشخصية العبرية 280 يوم بالنسبة للمغاربة اللي الدين ديالهم يهودية عندهم محاكم عبرية كاين بزاف ديال حنا ديما لا عطيك عطيك بزاف الناس يعرفوا الملفات اللي كتعود سولتينا الأسرة كاين حتى إفراغ كثيرة
مهم يعرفوا الناس 90 يوم اداء واجبات الكراء 90 يوم اطول ما كاين في الملفات هو الملف العقار المحفظ او غير محفظ او العقار في طور التحفيظ في المحفظ ولا غير محفظ 100 يوم يعني 10 شهور من غير في طور التحفيظ 365 يوم عام في هذه الاشياء الزام ان الملفات العقاريه 20 عام في عمرها عندنا ملفات ديال الطلاق اللي كتكثر 6 شهور و7 شهور و8 شهور هو صلاح تاع عام في حين ان المحكمه ان مدونه الاسره تهضر على اجل اقساط الشقه ديال 6 شهور اذا الجديد هو اللي خصو يكون هو فعلا قائمه ديال الاجل استشهاديه ولكن التنزيل والتنفيذ والسهر على ان هذه تكون مستمره اهم خطوات اهم ان شاء الله بالنسبه للماضي ونكونوا في حاله